العشر دقايق دي نظامها ايه؟ زي ما قلت لكم كده، ولا عجن ولا خبز في فرن ولا اي حاجه، كلها سهل في سهل. يعني عايزه تعمليها في عشاء هتبقى تحفه كده، جعانين بالليل وعايزين نعمل حاجه سريعه، طبعا كلنا بنعشق البيتزا، فهتبقى لذيذه جدا. عايز تعمليها على الغدا برضو تحفه جدا وسهله، ومش هتوقفك في المطبخ كتير، ومش هنولع الفرن والدنيا مش هتسخن معانا. فتعالي بينا بسرعه يلا نشوف اخبار البيتزا بتاعتنا هتكون ايه. عندنا للعجينه كوبايتين من الدقيق، دقيق مخبوزات. عندنا كمان معلقه كبيره من اللبن الباودر، تقدري تستغني عنها لو مش متوفر عندك في البيت. معلقه صغيره من الخميره الفوريه، معلقه صغيره من البيكنج باودر، نص معلقه صغيره سكر، وعندنا كمان نص معلقه صغيره من الملح، رشه من البصل الباودر والثوم الباودر، ونص معلقه صغيره من الزعتر، وحوالي كوبايه وثلاث ارباع ميه دافيه. تمام. عندنا ربع كوبايه زيت بس كده، دي المقادير. وتعالوا بينا بقى نشوف طريقه التحضير، ولا نقول كمان يلا الصوص بالمره، نقوله يلا يلا بينا. طيب الحشوه عندنا النهارده زي ما بنقول دايما في البيتزا بالذات، دي ليكي فيها مطلق الحريه، لو عندك بس شويه جبن هيقضوا الغرض. فاحنا النهارده بقى عندنا جبن، بسطرمه، زيتون، فلفل متقطع صغير، ممكن كمان سوسيس، اللي انت عايزاه وزي ما يكون عندك حطي. اما الصوص بتاع البيتزا النهارده هيكون متكون من ايه؟ معلقتين كبار من صوص من الكاتشب، معلقتين كبار من الصلصه، نص معلقه صغيره توم باودر، ونص معلقه من البصل باودر، وكمان معلقه صغيره من الزعتر، ورشه ملح. ده كده صوص البيتزا، اسرع واطعم صوص بيتزا ممكن تعمليه. بينا بقى نشتغل ونشوف هنعمل ايه. تعالوا بينا يلا نبتدي نعمل العجينه الاول. عندنا الدقيق، هناخد الدقيق، وزي ما بنتفق دايما وبنقول الدقيق لازم يتنخل ضروري، حتى لو مش هتعملي كيكة، اي معجنات هتستخدمي فيها دقيق الافضل والاصح ان الدقيق لازم يتنخل. احنا في الصيف ممكن يكون في حاجة احنا مش شايفينها، فعلشان نضمن نظافة الدقيق بتاعنا نخلناه. تعالي نحط بقى نص معلقة كده من الملح، وتعالي ناخد البصل البودر رشة بسيطة. تمام. هتخلي طعم العجينة نفسها حلو قوي، مختلف كده ولذيذ. وادي الثوم، هحط معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وادي كمان السكر. عندي اللبن البودر بيدي طعم حلو وغني للعجينة، بس لو مش متوفر مفيش مشكلة نقدر نستغنى عنه. عندنا كمان الخميرة، وادي الزعتر، نفركه بس كده من ايدينا علشان طعمه وريحته تبان. خلاص كده حطينا كل المكونات الجافه، بينا بقى نقلبها مع بعض كويس. حلو قوي الكلام ده، عايزه اقول لكم ان الريحه طالعه فظيعه. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ عندي بقى ميه دافيه، تعالوا بقى بينا نجيب الكاتل بتاعنا، والكاتل بتاعنا من تورنيدو زي ما انتم شايفين كده، الكاتل ستانلس كله. عايزه اقول لكم كمان ان هو فيه ترمومتر زي ما انتم شايفين كده، فين مين معايا اهو. بصوا انا كده سخنت الميه على درجه حراره 40، هي دي الدرجه بتاعه الميه اللي بنحتاجها لاي معجنات. تمام. بصوا 40 اقصى حاجه، 50 ما تزوديش عن كده عشان ما تموتيش الخميره. فالميزه بتاعتنا في الكاتل بتاع تورنيدو انه في الترمومتر بتاع درجات الحراره بيعرفني الميه دلوقتي درجه حرارتها كام، فهي ده او ده المقياس بتاعها. تعالوا بينا بقى نحط. بسم الله الرحمن الرحيم. لا الشاي بيبقى على اعلى درجه درجه الغليان. تعالوا بينا بقى نقلب. بسم الله الرحمن الرحيم. نقلب الخليط بتاعنا كويس قوي. هايل. يلا نحط الزيت كمان ونقلب الخليط كله مع بعض كويس جدا جدا. الخليط اتقل طبعا من عجينه الكريب، بيبقى عامل زي البانكيك، فيه تقل شويه ولا هو تقيل قوي زي العجينه العاديه اللي احنا بنستخدمها وبنفردها، ولا هو خفيف خالص بالشكل ده. طيب بعد كده بعمل ايه؟
عجنت العجينه بتاعتي. طيب تعالي بينا بقى نغطيها ونركنها على ما نقطع بقى الفلفل والزيتون ونجهز الجبنه ونحضر حاجتنا. هم 10 دقايق مش اكتر من كده. طيب يلا بينا بقى نشوف هنعمل ايه بعد ما عجننا العجينه. احنا مجهزين حاجتنا، فتعالي بينا معايا كمان عجينه جاهزه ان احنا نشتغل بيها على طول ونشوف هنعمل ايه. مجهزه طاسات، والطاسات بتاعتي لازم يكون ليها غطا محكم، ضروري جدا علشان احنا هنسوي على البوتاجاز مش هنسوي في الفرن، تمام؟ فضروري جدا يكون الصينيه بتاع الطاسه بتاعتك تكون بغطا والغطا محكم عليها. انا مش حطاها على النار ومش هحطها دلوقتي، فتعالي بينا نعمل ايه بقى؟ نجيب الزيت، بسم الله الرحمن الرحيم، ونحط كده معلقه صغيره، وابتدي ان انا بالفرشه ووزع الزيت اللي احنا حطيناه، وعلى الجوانب كمان، مش عايزه البيتزا بتاعتي تلزق خالص في الطاسه. هايل. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ هبتدي اجيب العجينه بقى اللي خمرت. هي 10 دقايق بيكون كافي بالنسبه لها جدا، خاصه ان هي عجينه تعتبر من العجين السايله، فبتخمر اسرع كمان من العجينه التقيله. هناخد بقى، انا لسه ما ولعتش البوتاجاز، تمام؟ كل ده على البارد، الطاسه بتاعتي دهنتها على البارد وجهزتها، وتعالي بينا ناخد بقى العجينه، بسم الله الرحمن الرحيم، ونحطها بالشكل ده ونفردها في الصينيه او في الطاسه بتاعتنا. لو عارفه مقاس الطاسه بتاعتك، مثلا مقاس الطاسه 22، فهتعملي بالمقدار ده 3 بيتزات. هنفرد بقى العجينه بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده، نفرد كويس، نوزعها في الطاسه. هايل. السمك بيبقى حوالي نص سنتي، يعني مش كتير قوي ومش رقيقه زياده عن اللزوم. حلو قوي الكلام ده. خلاص خلاص، معلقه كده، وهبتدي اخد نقطه زيت بالمعلقه اوزعها على الوش عشان اساوي بيها العجينه. تمام كده، تعالوا نسوي العجينه كده من على الوش عشان اعرف اتعامل معاها كويس، ما تلزقش معايا في المعلقه، عشان اخليها كلها بنفس السمك، نفس الارتفاع. هايل. خلاص جاهزه معانا كده زي الفل. بينا بقى نعمل الصوص بتاعنا، اللي هو عباره عن معلقتين كاتشب، معلقتين من المايونيز، وايه كمان، لا معلقتين كاتشب، معلقتين صلصه، وبعدين عندنا رشه ثوم ورشه بصل بودر، خالص، والزعتر وشويه ملح صغيرين. تعالوا بقى نقلبهم كلهم مع بعض كويس جدا علشان ندهن بيهم البيتزايه بتاعتنا. يلا بينا. عايز اقول لكم ان صوص البيتزا ده من اروع الصوصات واسهلها، في ثواني هتكوني عاملاه ومجهزاه، بسم الله، وبيدي طعم رهيب. رشه بقى ثوم، بصل، والزعتر برضو هنفركه كده، وما تنسيش رشة ملح بسيطة علشان تظبط معانا الطعم. حلو قوي. هنقلب بقى ونروح للبيتزا بتاعتنا، وخلصنا زي ما انتم شايفين. بصوا الموضوع سهل وبسيط جدا جدا، عملنا العجينه في ثواني، وعلى بال ما تخمر شويه 10 دقايق كده اكون جهزت الخضار بتاعي، وبعدين عملنا الصلصه برده ما فيش دقيقه، ظبطناها في الطاسه، حطينا عليها الصوص. تعالوا بينا بقى نشوف ايه رايكم. تعالوا ناخد كده الجبنه بتاعتنا نعملها ميكس، عشان هم حاطين لي الرومي لوحدها والشيدر لوحدها والموتزاريلا لوحدها، احنا هنقلبهم بقى مع بعض. وبحس ان الميكس ده بيدي طعم حلو جدا، لان الموتزاريلا لوحدها ملهاش طعم قوي، فبنحط معاها الرومي والشيدر بيديها طعم حلو جدا، وناخد المطه كمان، فبصراحه بتدي نتيجه هايله.
فتعالوا بينا نقلب بقى ميكس الجبن مع بعضه علشان نشتغل بيه. واوعوا تنسوا ان احنا كل ده مش مشغلين البوتاجاز خالص على البيتزا، تمام؟ دي حاجة مهمة ما تنسوش. وايه دي الجبنة، وايه دي الرومي، وهقلبهم مع بعض كويس. ايوه كده مظبوط، علشان ايه لما نيجي نحط يبقى كله توزع بشكل متساوي. هايل. بحب دايما على البيتزا سواء دي او اللي بتدخل الفرن ان انا احط في البدايه كده شويه جبن. حاضر يا ريهام، حاضر. تمام كده. وبعدين ايه رايكم نعمل دي، نعمل دي بالبسطرمه. تعالوا ناخد البسطرمه وناخد الزيتون، وعندنا كمان شويه فلفل كده. طبعا حته انك انت تحطي بسطرمه او لا، او لحوم اصلا او لا، دي مش قضيه خالص. عندك حطي ما عندكيش، هو شويه جبن مع الزيتون والفلفل وانتهى الموضوع، بتبقى روعه. حطينا خلاص كل اللي احنا عايزينه، حطينا شويه جبن بس في البدايه، حطينا عليهم بقى البسطرمه والزيتون والفلفل، وهنحط بقى كمان شويه جبن على الوش تاني. وما تكتريش بقى علشان تبقى او يبقى التوبنج اللي على الوش كده باين ان انا حاطه بسطرمه والفلفل باين وحاجات كده، فكده كفايه جدا جدا. تمام زي الفل، خلصنا خلاص اول بيتزايه معانا. هعمل ايه دلوقتي؟ هبتدي اشغل النار بقى، يلا بينا. طيب بنسوي بقى على درجه حراره ايه هنا على البوتاجاز، عكس تماما الفرن. دايما في الفرن نقول يلا على درجة حرارة عالية جدا علشان البيتزا ما تنشفش معاكي، اما هنا فدرجة الحرارة زي بتاعة تسوية الرز، تمام؟ علشان ايه؟ علشان تستوي وما تطلعش معايا العجينة لسه نية ومش مستوية. اهم حاجة كمان ان زي ما قلنا ان الطاسة بتاعتنا دي يكون ليها غطا، والغطا محكم، فهغطي عليها واسيبها تقعد قد ايه. هبتدي لما الوقت يتم 10 دقايق ابتدي اشوفها من تحت اخبارها ايه، لو لقيتها اتحمرت واخدت اللون فاحنا كده تمام خلاص، ونبتدي نشيلها. انا هركن دي ولا خلي دي هنا، وتعالوا ناخد دي بقى عندنا نشتغل نعمل واحدة كمان. يلا الموضوع سهل خالص، سهل جدا جدا. ممكن وانتي على البوتاجاز كده تحطي 3 4 بيتزات وهتعمليهم في ثواني. ايه دي معلقه الزيت. زي ما قلنا الطاسه تكون محكمه يا جماعه، ده ضروري علشان حد يقول لي اصل هي ما استوتش مني يا شيف، ما استوتش. يا اما درجه الحراره انت معلياها، يا اما الطاسه اللي انت عاملاها الغطا بتاعها مش محكم، بس غير كده بتستوي وبتطلع 10 على 10. عايز اقول لكم الوصفه دي بقالها عاملاها بقالها سنتين، وما شاء الله من الوصفات اللي فعلا مميزه جدا، وكتير جربوها وعجبتهم قوي. تعالوا بينا يلا ناخد عجينه. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما قلت لك لو عندك طاسه مقاس 22 تمام، فالكميه او العجينه اللي انا عاملاها دي تكفي تعمل 3 طاسات او 3 بيتزات. زي ما انتم شايفين كده معلقه الزيت بقى دي على المعلقه كده وعلى وش العجينه، بتخلي العجينه سهله انك انت تفرديها وتظبطيها بالشكل ده. زي ما انتم شايفين كده سهله وبسيطه خالص، وبنسويها علشان تطلع كلها نفس الارتفاع. حطينا دي خلاص، تعالي بينا نحط بقى الصلصه. انا اتوصيت بالصلصه في الثانيه، ما تجيبوا لي كده معلقتين صلصه او معلقه صلصه ومعلقه كاتشب، متاح؟ يا ريت بسرعه بس. بصوا احنا اللي ما تابعناش من البدايه زي ما انتم شايفين كده عجننا عجينه الى حد ما خفيفه، يعني مش تقيله، مش العجينه الاصليه بتاعه البيتزا، عجينه يعني ايه مفتوحه خالص، عباره عن ايه بقى، كانت كوبايتين دقيق حطينا لها معلقه بقى لبن بودر ورشه ثوم ورشه زعتر ورشه بصل بودر، حطينا كمان معلقه صغيره ملح ونص معلقه صغيره سكر ونص معلقه صغيره من الملح ومعلقه لبن بودر لو متوفر، تمام؟ وعجناها كويس قوي، ما تنسوش طبعا معلقه صغيره من الخميره، عجناها بالمضرب ونزلنا عليها ميه دافيه لغايه ما العجينه بقت شبه سايله، عامله زي عجينه البانكيك كده. هنسيبها 10 دقايق تخمر على بال ما نجهز كل المكونات اللي احنا هنحطها على الوش، زي مثلا تقطيع الفلفل، طماطم، زيتون، اللي انت عايزاه.
وبعد كده زي ما انتم شايفين ابتدينا ندهن الطاسه بالزيت، طاسه يكون ليها غطا محكم، دهنها دهنه زيت خفيفه، حطينا لها بقى العجينه وفردنا العجينه برده بمعلقه زيت كده عشان تبقى متساويه بالشكل ده. حطينا صوص البيتزا اللي احنا عملناه عباره عن 2 معلقه صلصه مع 2 معلقه كاتشب مع رشه ثوم وبصل بودر وكمان رشه ملح ورشه زعتر، بس كده. انا بس هكمل. لو عايزه الجبنه بتاعتك ما تنشفش يعني خلي صوص البيتزا كتير شويه، بيديها طراوه، بيدي للجبنه طراوه. بينا بقى عندنا كمان هنا الثوم والبصل، ناخد شويه، بيدوا طعم كويس جدا جدا للصوص. قلب بقى وناخد كده ونوزع. حلو قوي الكلام ده زي ما انتم شايفين، سهله بسيطه وسريعه، ولا هتشغلي فرن. كمان في ناس تبقى احيانا الفرن عطلان، الفرن مفيش فرن اصلا في مصيف وما عندناش فرن، هناكل ايه؟ ناكل بيتزا برضو عادي، ايه المشكله؟ يلا بينا. وايدي رشه جبنه في البدايه زي ما قلنا، وبعدين ادي فلفل، عايز تحطي بقى فلفل سبايسي حرقي يعني تحطي، عايزاه بارد مفيش مشكله، فلفل اخضر بس مفيش مشكله، فلفل الوان اللي متوفر عندنا في التلاجه، ودي ميزه البيتزا بصراحه بتلم عندنا الحاجات اللي في التلاجه. تعالوا نحط بقى على دي سوسيس، وريحه البيتزا بدات تطلع اللي على النار. وباقي الجبنه يلا على الوش. كله بقى خلصنا خلاص. وزي ما عملنا في البيتزا الاولانيه هنشيلها نحطها على النار وهنغطيها كويس قوي باحكام، ودرجه حراره كاني بسوي رز، تمام؟ يعني درجه حراره قليله بس كده. وهنسيبهم بقى هيقعدوا زي ما قلنا من 10 ل 12 دقيقه على حسب. هشوفها امتى؟ هشوفها على 10 دقائق كده، بص عليها الجبنه ساحت خدت لون من تحت، خلاص كده هتبقى مستويه. و10 على 10 اهم حاجه عشان تنجح معاكي زي ما قلنا، العجينه هتخمر 10 دقائق. لما نيجي نفردها كده بمعلقه زيت بالمعلقه كده علشان تتفرد معانا بسهوله. ما نشغلش النار غير لما نخلصها خالص، نبتدي نحطها على النار، ولازم يكون الغطاء محكم والنار هاديه جدا، بس كده هتطلع معاكي احلى بيتزا واسهل بيتزا واسرع بيتزا كمان. بيتزا على النار، تعالوا نبص عليها بصه كده ايه الاخبار. بسم الله الرحمن الرحيم، زي ما اتفقنا النار متوسطه، بصوا ابتدت تعلق اهو، والعجينه نفسها تستوي، وشويه وهتلاقي الجبنه ساحت والدنيا بقت زي الفل واخدت لون من تحت. احنا مغطيين اهم حاجه باحكام علشان الجبنه تسيح والبيتزايه والعجينه كلها تستوي وتبقى 10 على 10. اظن باين كمان من الحروف قد ايه، بصوا العجينه هشه تحفه. انا عايزه ابص عليها من تحت ايه الاخبار. ما شاء الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. بصوا اولا سالكه، عايزه اوريكم بس اللون، مين هيجيب اللون الجميل ده؟ اهو اهو اهو، شايفين لونها وجمالها؟ يا خبر ابيض تحفه. والجبنه بقى على الوش ساحت والدنيا 10 على 10. دي كده تمام، هسيبها بس متغطيه عشان الجبنه ما تنشفش معايا وتفضل مطاطيه. ابص على دي كمان، بسم الله دي لسه قدامها شويه، فاكرين دي كانت اتحطت قبل دي، فهنخلي دي تكمل تسويتها. بسم الله هايل، قربت خلاص، الجبنه ساحب كده تمام، فاضل لها اعتقد دقيقه واحده وهتكون جاهزه معانا ما شاء الله. بسم الله زي الفل ما شاء الله. عايزه اقول لكم العجينه حرفيا هشه جدا، طعمه بشكل فظيع لان محطوط لها كمان بهارات وتوابل، فبصراحه 10 على 10. اما نيجي بقى خلاص اتاكدنا ان هي استوت والدنيا تمام واللون تحفه تحفه تحفه، بسلكها علشان تنزل معايا على طول. تعالوا بينا بقى بسم الله الرحمن الرحيم ننزلها هنا على البلانشه. واو ما شاء الله. وبينا كمان نقطعها، انا عايزه طولها بس. بسم الله الرحمن الرحيم،
مين يقدر يجيب لي لونها من تحت؟ انهي ناحيه؟ دي كده صح كده؟ بصوا بقى الجمال، اه تحفه، شايفين اللون؟ يا خبر ابيض على الجمال، هشه باينه كمان، هشه. هتدوق هتدوق ما تقلقوش. وبينا نقطعها. بسم الله الرحمن الرحيم، وناخد كده وكده كمان. ما تقلقوش هتطلع معاكم بيتزا رائعه، سهله بسيطه ومن غير عجن ومن غير فرن، وفي 10 دقايق هتكوني عامله احلى بيتزا في الدنيا.